السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي تشوف موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي اسمه arcdesign.ai، بحيث ان انت ممكن تحدد حتة ارض ويبدأ بقى يديك افتراضات كتيرة ممكن تعمل بالشكل دوت. والجميل ان انت لو عدلت في اي حاجة فيهم اوتوماتيك يتعدل في كل مكان، يعني لو انت زودت حاجة اوتوماتيك بتعدل، مش واخد بالك من الرسومات؟ لو انت زودت غرفة فاوتوماتيك الغرف التانية بتعدل المساحة بتاعتها وبتعدل في النتشر بتاعتها وبتعدل كل حاجة. ودي كلها 3D أو بيم، مش مجرد 2D، وتقدر تعمل دراسات بتاعتك عليها. أو بيقولك إن هو ممكن المعماريين يستخدموه وممكن برضو المطورين يستخدموه، وممكن تحصل على ان حد يقعد معاك يشرحه لك بالتفصيل، بتقول له الكذا القديم فيقعد معاك يشرح لك الفكرة بتاعتها وكل حاجة. ودي شرح توتوريال للفكرة بتاعتها من الذكاء الصناعي. الفكرة ان هو يوفر لك وقت كتير جدا، ويقدر يعمل لك اكتر من مديول وتقدر تختار منهم. فهو عامل لك دروس كتيرة للموضوع دوت. انت مجرد بس بتدخل بيانات المشروع، عايز تستخدمه في ايه، وممكن تعمل اي قطعة تعدل المعلومات بتاعتها بصورة جديدة، وهو اوتوماتيك بيعدل لك كل حاجة داخليا وخارجيا. اول ما بتعمل اي تعديل هو بيديك كل الداتا وكل الانفورميشن اللازمة للتعديل دوت. يعني ممكن جزء معين كان مباني تحوله مثلا الكار باركينج، فهو اوتوماتيك يعدل كل اللي حواليه، شكل المنازل اللي انت عايزها والقطعة اللي انت عايز تقدر تتحكم فيها بسهولة. فده اكيد اكيد قريب جدا هتلاقيه داخل البرامج بتاعت البيم، بحيث ان انت تلاقي سهولة شديدة جدا ان الذكاء الصناعي هيبقى جزء اصيل وجزء كبير من الاوتوكاد ومن الريفت ومن الاركيكاد ومن التكلا وكل حاجة.